مرحبا مشاهدينا الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج المجهر. في هذه الحلقة نتعرف على مركز هواوي للتدريب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والدور الذي يقوم به في دعم رؤية عمان 2040، كما سنسلط الضوء على التدابير والإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان للحد من ظاهرة التغير المناخي والعديد من الفقرات التي سنصحبكم معها خلال فترة البرنامج. محطتنا الأولى سنتعرف على مركز هواوي الإقليمي للتدريب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. المركز يهدف إلى تطوير التقنيات الحديثة بشكل أكبر ودعم تحقيق رؤية عمان 2040 التي تهدف بدورها إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي. يتضمن مركز هواوي الإقليمي للتدريب على مرافق تقنية متعددة، منها قاعة معارض عمان تل للجيل الخامس وقاعة المعارض الافتراضية وأكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة. كون عمان تل شريك في التنمية والتعليم والتطوير في مختلف القطاعات على رأسها الاتصالات والتكنولوجيا، يضم المقر الرئيسي لعمان تل مركزاً أساسياً للتأهيل، تأهيل الكفاءات بتوفير مساحات تدعمهم، توفر لهم البيئة الملائمة في أكثر من مجال، وخصوصاً مركز تدريب التابع لهواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، كذلك بتوفير مختبرات في عمان تل مختصة في الابتكار تدعم الشركات الناشئة في مختلف مجالات التقنية، وإن شاء الله تعود بمنفعة على هذا البلد الكريم. التغير المناخي التي تمر بها دول العالم باتت تشكل اهتماماً كبيراً لدى الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية. سلطنة عمان لم تكن بمنأى عن هذا الحراك العالمي الذي يهدف إلى الحد من المخاطر التي تسببها هذه الظاهرة، حيث اتخذت العديد من الإجراءات في هذا الجانب، منها إعداد قاعدة بيانات لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتشكيل لجنة وطنية من المختصين بالتعاون مع اللجنة الوزارية للتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تعمل على وضع الاقتراحات والسياسات اللازمة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تسعى السلطنة إلى وضع اللوائح والقوانين التي تهدف إلى التكيف والتخفيف من هذه الظاهرة. فارس لاجئ فلسطيني بعمر 66 عام قام بتحويل جزء من منزله في مدينة جرمانة بريف دمشق إلى متحف يضم ذكريات وطنه من قطع تقليدية وأوان وصور. المتحف الصغير الذي أسماه البيت الوطني لإعادة إحياء التقاليد الفلسطينية أسسه فارس عندما حصل على مفتاح منزل عائلته في فلسطين، فقرر أن يحتفظ بكل شيء لديه يتعلق بوطنه، ثم بدأ بشراء قطع أثرية وفنية فلسطينية من لاجئين فلسطينيين آخرين في سوريا. يضم المتحف مئات القطع الفلسطينية وهو مفتوح بالمجان لكل من يريد التعرف عن قرب على التراث الفلسطيني. قطعة تعني لي حقي المشروع لأنها تحكي حكاية الأجداد.
رسالة للأجيال من أجل أن لا تنسى فلسطين، لأن الصهاينة كانوا يتوقعون بأن الكبار الذين شردوا من فلسطين يموتوا والصغار ينسون، ولكن من خلال الأحداث ومن خلال الثورات من خلال هذا تبين أن الكبار يموتون والصغار يتمسكون بأرضهم. كانت تلقب في يوم بفينيسيا الشرق الأوسط لقنواتها وتحفها المعمارية. إنها مدينة البصرة في العراق التي اشتهرت بتصاميم مبانيها الجذابة المعروفة بالشناشيل، ويعود تاريخها إلى العهد العثماني. تتم الآن إعادة تأهيل الشناشيل الخشبية التراثية المطلة على القنوات المائية في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو. للتفاصيل أكثر نتابع التقرير. هي عمرها أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 عام حقيقة. اعتراها الإهمال واعتراها هي بيوت متهالكة حقيقة، وإذا لم يعاد إحياء تخسر البشرية ويخسر العراق جزء مهم من هذا التراث. كشفت وكالة ناسا عن صور جديدة مذهلة لكوكب المشتري التقطت بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وقالت ناسا إن صور التلسكوب الجديدة ستمنح العلماء فرصة أكبر لحل ألغاز الحياة على كوكب المشتري، حيث تم إطلاق تلسكوب ويب للأشعة تحت الحمراء في ديسمبر كانون الأول في عام 2021 بتكلفة بلغت 9 مليارات دولار. مع تشديد بكين للإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، لجأ الصينيون إلى صناديق سياراتهم التي استخدموها كمتاجر متنقلة لبيع ما لديهم من مواد. الأسواق الليلية التي تعرض فيها مختلف المنتجات شهدت إقبالاً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الصين. بعد رحلة استغرقت 5 أشهر
أصبح المراهق البريطاني البلجيكي ماك روثرفورد أصغر طيار يسافر بمفرده حول العالم، وقد قطع خلال رحلته حوالي 54 ألف كيلومتر وزار أكثر من 30 دولة منذ مغادرته نفس الموقع على متن طائرته الخفيفة في 23 من مارس الماضي التي حطمت رقمين قياسيين. للتفاصيل أكثر نتابع. To make sure that everything was okay, not only beforehand but during the flight as well. And the weather was not very good. I had to try and find my way around that, and it was just such a long journey, and there were many challenges to overcome. وجد الفنان الفنزويلي أوسكار أوليفاريس طريقة فريدة لإعادة استخدام أغطية الزجاجات البلاستيكية لتكون فناً من فنون الشارع. تصور جدارية أوسكار ببغاوات نابضة بالحياة ويبلغ طولها 1083 قدماً، مستخدماً أكثر من 300 ألف غطاء لإبراز هذه اللوحات الجميلة. Sí, yo creo que muestra perfectamente que aunque nos rodeen tantas cosas que no funcionan, podemos crear algo que sí. Pero además de esto, yo creo que tiene que ser muy motivador para los niños y jóvenes que sueñan con dedicarse al arte y que generación tras generación hemos escuchado que en Venezuela eso no va, que en Venezuela nadie le presta atención al arte, y aquí vemos todo lo que una obra de arte ha movido. السعافيات من الصناعات التراثية القديمة التي تجسد العلاقة الوثيقة التي تربط الإنسان العماني بالنخلة. خديجة العامرية من ولاية قريات تطلعنا على مشروعها الخاص في صناعة السعف وأدوات النخيل والأشكال التراثية الجميلة التي أنتجتها من خلال هذه الحرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي خديجة العامري من ولاية قريات، وأنا عضو في جمعية قريات، في جمعية المرأة العمانية لولاية قريات. اشتغل كسعافية في يعني حرفة السعافيات يعني أكثر عن 4-5 سنوات الحين في الحرفة، وتطورنا يعني كانت هي عبارة عن أشياء بسيطة يجمعها من السعاف، من أدوات النخيل، من الخوص، الأشياء هذه الخوص اللي يرميوها والسعاف، فنشكل فيها التشكيلات. فنفس هذا يعني
البيوت القديمة نشيء كل منها ونسوي بيوت خفيفة صغيرة، وبعدين تطورنا سوينا منها مجسمات كبيرة وأشياء تراثية وأشياء بادية. يعني أهم شيء إن نجمع الأشياء، والحمد لله يعني تطورنا شوية شوية. نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى ذاك الحين كونوا بخير.